بدي افتحها هيك تطلع معي حشوة بيتزا ولا أروع من هيك. كان عندي حشوة اللحم، حشوة الدجاج، حشوة البيتزا المميزة وحشوة البطاطا. هاي حشوة الدجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير حبايبنا. مثل ما وعدناكم أنه فيديو اللي بعد السمبوسة، عجينة السمبوسة، حيكون في حشوات وحشوات مختلفة إن شاء الله. اليوم رح نعمل مع بعض 3 حشوات أو 4 حشوات تقريبا إن شاء الله، حلوين للسمبوسة ومميزين بإذن الله تعالى. ننتقل معكم للمقادير وطريقة التحضير. مثل ما شايفين حبايبنا، عندي حشوات كثيرة، مكونات كثيرة، بس لا ترتعبوا لأنه هدول أكثر من مكون وأكثر من حشوة. عندي هيك البازاليا مع الكزبرة مع البطاطا مع الثوم والبهارات طبعا بنقولها، هدول حشوة. وعنا هلا بدنا نحكي عن مكونات البيتزا. شايفين مكونات البيتزا شو هن؟ هدول. خلي لي الدجاج على جنب، هي كمان للبيتزا. تمام، بدنا نشوف المكونات تبعاتها. هلا هي النقانق بدي اخذها انا اقطعها مكعبات، فيكم تحطوها فيكم ما تحطوها، يعني اختياريه. هي للبيتزا، هي حشوه البيتزا. عندنا زيتون ممكن اخضر وممكن نحطه اسود او بدون، كمان مو مشكله. في عندي دبس فليفله معلقه، ودبس معجون طماطم معلقه، فلفل اخضر وفلفل احمر معلقه، بهارات البيتزا كمان بدي معلقه منهم، او يعني زعتر اخضر. عندي موزاريلا وبصل وبندوره. هون بنحط هلا حشوه البيتزا، بدي اقلي عليهم شويه بصل. هذا البصل بدي استعمله اكثر من حشوه، نستنى لحتى يدبل شوي. في مكون ما قلت لكم عليه، انا نسيته، الثوم. بدي ثوم مدقوق. نستنى لتدبل البصل شوي، وبنزل الثوم، شوية ثوم بيعطي نكهة كثير طيبة. شايفين حبايبنا، بس تدبل معي البصل شوي، بنزل هيك يعني قدر سنين ثوم صغار بس للتنكي. تمام، هلا عشان تاخذ معي تشويحة النقانة، إذا كانت موجودة كنت عملوها بالنقانة، بدي نزلها بعد البصل ما ياخذ لون شوي ذهبي. بعد ما هيك تشمعت شوي عندي النقانق او الهردوك، نزل الفليفلة الخضراء والحمراء، بقلبهم عليهم شوي. هون عندي هلا كله تحميص، يعني ما بدي نزل سوائل، دقيقتين وبنزل بعدها بالبندورة مشان ترخي هذا الشغل كلياته. بعد ما قلبتهم دقيقتين، هون بنزل هلا بالبندورة. سامعين الصوت شلون؟ وبنزل بمعلقة رب البندورة ومعلقة دبس فليفلة، نقلبهم منيح مع بعض. بعدين ننزل بالبهارات والملح. هون انا لخليها تتنغنغ مزبوط وتختلط الخواص كلها ببعض، بدي احط نص كاسة شاي مي بس مشان الخواص كلها تتشرب، وما بقي مع النار لتنشف المي. ما بدي المي انا، بس بدي اياها يعني تغلغل الخواص مع بعضها. هون حبايبنا قبل الانتهاء بنحط بهارات البيتزا قبل ما تخلص معي دقيقتين ثلاثة، يعني حسب القوة تبعها. اذا هي قوية معلقة صغيرة بكفي. نعمل لهم هيك تقليبة. ما اخبركم عن الريحة، الريحة شيء لا يوصف، ما بيرحم. أبو عبادة، هذا الفوق البكالوريا ولا شو؟ أحلى أبو عبادة والله. آخر شيء عندي صفي الملح، اختياري طبعا، كل واحد قديش بده اياها، مالحة مو مالحة، شغلة بترجع لكم. بتركها لتبرد وبعدين بنزل عليها الزيتون. الزيتون ما بينطبخ ولا الموزاريلا بتنطبخ. بدي اياها تبرد، بعدين بننزل عليها الزيتون والموزاريلا. شايفين ما احلاها؟ بعدين شايفين ما في مي، خلصت الزوم كله راح، صار عندي خلطة مسبكة كاملة. ننفعها تفضيها بصحن، خليها لتبرد ومنكمل معكم وصفاتنا الثانية. حبايبنا وصفتنا الأولى خلصت، بقيان انها تبرد وضيف عليها المكونين الثانيين. تصلح انك تحطها بخور بالبيت شغلي، مشان ابصروا الفانيليا بالفانيلا برمضان.
ننتقل معكم للوصفة الثانية الخطيرة كمان أنا كثير بحبها اللي هي دجاج. دجاج أنا منزلها وبتصلح أنها تصير تتبيلة شاورما منزلية. عندي نص برش ليمونة صغيرة، نص برش برتقالة صغيرة، ثوم سنين تمام، وباخذ عليهم كمان عصير الليمون وعصير البرتقال، بعصرهم وبرجع لكم ان شاء الله. شايفين هذا الليمون، الليمونة انا اخذت ممكن لا تقريبا نص بشرت، بدي اخذ العصير تبعه كله يعني متوسطة، ليمونة متوسطة بدي كل العصير تبعه. عندي هون خل تفاح او خل ابيض كمان، هذا ما كان بالمكونات هربان مدري وين راح. وبدي نص برتقالة كمان، بعصر نص برتقالة وبننزل فيهم هون فوق الثوم. شايفين؟ حط قدر معلقة واحدة، هدول ربع كيلو لحمة يعني جاج، معلقة واحدة كبيرة خل تفاح، وحركهم وحط عليهم شوية زيت قلي، شوية زيت قلي، هاي زيت قلي معلقة وهي معلقتين كبار تمام. هاي الافضل انها تتخمر. وعندي دبس فليفلة، دبس بندورة، شوي بشوي نحركهم. هون الريحة كمان خرافية يعني، كل شيء فيه توم فيه بهارات بيطلع ريحته ولا اروع من هيك. عندي هون صفي بهار مشكل، بهارات مشكرة، وعندي رشة كمون بسيطة ونقلب. هلا بنزل عليها بالجاج، شايفين؟ هي إذا تخمرت لتاني يوم فيني خمرها لتاني يوم. وشو أعمل فيها؟ بعمل فيها الفطاير. صفي بدها الملح بس. ليش تركتها هلا؟ أنا هعملها هلا وبعدين أعمل الخلطات التانية، بعدين بقليها هي. بدي إياها تتخمر تتشبع. تاخذ لها معلقة زيت زيادة كمان عشان تقلي، يعني صاروا 3 معالق زيت كبار. الخلطة الثانية عندي صارت جاهزة اللي هي دجاج. ننتقل معكم لخلطة الخضار. خضار حبايبنا هي البطاطا، بدي 3 حبات او حبتين بطاطا مسلوقة، او بطاطا مسلوقة قد ما بتكون الكمية. ما بسلقها استوى كامل يعني، ما بدي اياها تدوب بالمرة يعني، شوفوا هيك بتحسوا لساتها جامدة شوي. بدي بازاليا قدر كوب وجرزة كزبرة، انا مو من عشاق الكزبرة بس هي الاكلة بتحب الكزبرة. وبدي نص كاسة زيت، وبدي هون توم قد ما فيني بكتر توم، هاي الاكله بتحب التوم. ننتقل معكم للتطبيق على الغاز، هاي بدها على المقلايه. وهي اخواتي الدجاج اللي بدنا نكون عليه، حط لهم ملحاته، بتركه يتشرب التتبيله تمام بين ما اخلص الخلطات اللي عندي الثانيه وبنرجع لكم. حبايبنا لوصفه البطاطا بدي بصل، زيت، كاستين زيت صغار او نص كاسة كبيرة. بس يدبل معي البصل بنزل عليه بالثوم اللي قايمه انا على جنب. شايفين اخواني هاي بس بلش يدبل شوي معي البصل، بنزل براس ثوم، ما عندي مشكلة راس يعني راس معقول يكون، مو هيك راس فحل كتير بتقبل هي الثوم. خلينا نتقلوا منيح مع بعض تهف ريحة الثوم والبصل. وهذا الوقت انا هرست البطاطا عشان ننزلها عليهم، نستنى لحتى تشقر ننزل باقي المكونات. اخواني قبل ما يستوي بشوي عندي البصل، بنزل بالبازاليا كمان مشان تاخذ تخميصه. مكون اساسي بهي الوصفه الثوم والكمون، كثير مع بعض هذول لازم يكونوا موجودين بهي الوصفه. وهي اصلا تكون حده، حبيتوا تعملوها حده اعملوها، حبيتوا تعملوها حلوه اعملوها، انا ما هعملها حده اليوم. دبل عندي البصل مزبوط صار مستوي استوى كويس مثل انا بدي اياه. هلا بنزل بقى شوي شوي بالبطاطا. هلا هي البطاطا بتشرب كل شيء سوائل هون بالطنجرة، وبنقلب نهدي النار شوي، البطاطا بتشرب هاي السوائل كلياتها.
مع انه البطاطا مطبوخة ما بدها طبخة كثير هون، هلا بنزل بالكمون وبهارات مشكلة. بدي كمون منيح، يعني قدر معلقة صغيرة، معلقة ونص ما بيأثر لثلاث حبات بطاطا. وإذا توفر عنكم الكركم بتحطوا معلقة كركم بتكسر لونه كتير حلوة. وعندي هون بهار مشكل، ما نحط إلا معلقة، معلقة ونص صغار. ما التقى كركم بنحط صفار الزعفران شوي عشان يعطيها اللون الأصلي تبعها. هي لازم لون على صفار شوي. هلا بنزل بالملح قد ما بدي انا، واخر شيء الكزبره. هلا عندي كزبره عشان ما افقد نكهتها، بنزلها بالاخير ولا يتغير لونها. هيك حبايبنا وصفتنا جاهزه، والله بتشهي القلب وبتنهدى الملوك، طعمه وريحه ولا احلى من هيك. نقلبها على صحن لتبرد، ننتقل للوصفه الثانيه. عندي قبل اخر وصفه حبايبنا هي لحمه، حط شويه زيت وبنزل البصل، بس يدبل بياخذ استوى مظبوط بنزل باللحم. دبل عندي البصل حبايبنا، بنزل باللحم كمان، هدول ربع كيلو لحمه. استنى لحتى يتعشقوا كلهم مع بعض، بنزل لهم الفلفل والملح. بتكون جاهزة مع مكون أخير. هلا بنشوفوا آخر شيء شو هو، يعطيني زكاوة كثير للسمبوسة إذا بدي أشتغل سمبوسة. وملاحظين هون أنا حاطط البصلة خشنة مو مثل تبع الكبة، بصلة ناعمة. خلص تقلاية وبنرجع لكم. اللحمة عندي ما بتاخذ وقت كثير، خلصت هيك بدي أحط لها ملحاتها، أحط لها فلفل أسود حسب الرغبة، بنقلب. واخر مكون مع تقليبتين ثلاثه بس هيك بسيطه، بقدونس اخضر مقطع خشن. هاي للسمبوسه وبكتر كميه منيحه، يعني للربع كيلو لحمه انا حاط جبزه كامله. تقليبتين ثلاثه بس دبل هيك خالص، طفي الغاز وبتركه ريبرود وصحتين وعافيه. بننتقل لاخر وصفه عنا اللي هي الدجاج. هاي الوصفه الاخيره والرائعه كمان، شايفين تخمرت، حطها على مقلاية بلا ولا شيء، لا زيت ولا اي شيء، نفسها هي. نار هادية، طول بالي عليها هيك شوي وبقلب لحد ما تنضج معي، وباخذ حشوة دجاج ان شاء الله تدعونا عليه. قلت لكم بدكم تشتغلوها فطاير تشتغلوها مثل ما هي للفطاير، بدكم تشتغلوها سمبوسة سمبوسة هيك بقلبية. وبالحشي حتى لا بدي عليها لا بقدونس ولا كرات ولا اي شيء ولا بصل حتى، هيك بس دجاج. هاي الطريقه بيحبوها كثير بالخليج، السعوديه الكويت كذا. استنى لتنشف ميتها تاخذ استوى كامل، ونرجع لكم الطريقه النهائيه شلون او بالمرحله النهائيه شلون صارت معنا. شايفين اخواني بعد دقيقتين شلون بصيروا؟ بدي استنى لتنشف ميتهم، لتنشف السوائل كلها. بعمل هيك لازم ما ينزل سوائل، بتكون عندي هيك حشوه دجاج جاهزه. بس ما بتركهم بدون تحريك، بيحترقوا بعدين، لازم ضل بقلب فيهم. الروائح يا جماعة بتشق الراس. هيك خلطاتنا الأربعة صاروا جاهزين، إن شاء الله يكونوا نالوا على رضاكم. هاي الدجاج خالصة، شوفوا ما عندها ما فيها ولا شيء زوم. نحشي لنا كم حبة سمبوسة منهم وبندوقهم بالعجينة. رجعنا لأن حبايبنا، وهيك عندي حشوة اللحمة جاهزة، حشوة الدجاج جاهزة، الخضار جاهزة، والبيتزا لسه بدي جهزها. كيف جهز البيتزا؟ ما ححط على الكل أنا، حط هلأ بعد ما بردت، لأن إذا حطيتها سخنة حط عليها الموزاريلا حتدوب. حطها هيك، أعملها شوية تقليبة. بنحشي منها، بنعمها شوية جبنة كمان، ونقلى روحي. بجيب هون عامل طحين ومي بس مشان سكرها. بتكون عندي هيك جاهزة. وعندي
العجينة الباكستانية كل ما ارتاحت كل ما أحسن. هي تبع مبارح عاملينها نحن قبل، حطها للخضار وبسكرها هيك. شايفين الطريقة؟ ليش مو لابس قفازات؟ ليش ما في معلقة بإيدك؟ عرفتنا يا زلمة، إيدي صرت خاسلها من الصبح لهلا 500 مرة على فكرة. قلت لها هيك، باخذ هيك وهيك وهيك وهيك، تمام. هيك صار بعمله لحمة. معي رامي جاع وأنا جعت والله، على الروايح جعت. لا هي بدها معلقة محولة، دير أجيب معلقة، هي ما مو معلقة بالإيد. جبنا معلقة نحشيها هيك، هاي هيك حطينا فيها اللحمة حبايبنا، نحشيها وبنسكرها بالطريقة هاي مشان ما تفتح معنا. نسكرها مزبوط. بدنا نعملنا هلا كمان واحدة تانية بالدجاج، بريحة الدجاج غير شكل. الغطا منيح مزبوط لجوا، ونسكرها بنفس الطريقة بحيث انه تكون مقفولة صح. وهي اخر واحدة معنا. بس شوف شلون هيك قرب لعندي، شلون الترتيب تبعها. بدي اعملها هيك مثل القمع، مفتوحة من فوق، نزل فيها الحشوة، سكرها من الأطراف منيح منيح، من الطرف اللي تنيته والطرف هلأ هذا اللي دقتني فيه. التسكيرة هاي دا تكون بعيدة عن الحشوة مشان ما تفتح أثناء القلي. بهاي الأثناء بيكون عندي الزيت حامي. بنبلش قلي. بسم الله الرحمن الرحيم. آخر واحدة عندي بيتزا، بيتزا المدللة. بنخلصها ونرجع لكم بالترتيب. وهيك حبايبنا وصفتنا لليوم خالصة، أو وصفاتنا لليوم خالصة. كان عندي حشوة اللحم، حشوة الدجاج، حشوة البيتزا المميزة، وحشوة البطاطا، وكلهم إن شاء الله مميزين. نندوق مع بعض ونشوف البيتزا. أنا كتير حابب شوف البيتزا. أول شيء أعمل لها هيك، بعدين بدي أفتحها هيك. بيطلع معي حشوة بيتزا ولا أروع من هيك. والله شغلة تدعونا عليها بإذن الله تعالى. نرجع للحشوات الثانية. هلأ حتعشى أنا ورامي عم بتفرج. يلا ما بعرف حظك نصيبك شو بيطلع لي. بسم الله. الدجاج، هاي حشوة الدجاج. واكيد كل الحشوات طيبين، وما راح احرق عليكم اكثر من هيك. باخر هذا الفيديو بقولكم لا تنسونا من دعائكم، والدعاء لست الوالده والوالد كل مريض، والضغط على زر الجرس والاشتراك بالقناه ومشاركه القناه لحتى نوصل للمليون قبل رمضان ان شاء الله تعالى. وننزلكم باذن الله تعالى كل يوم وصفه برمضان باذن الله تعالى اذا الله احيانا. كان معكم الشيف فراس، مطبخ شامي، حلويات شاميه. السلام عليكم.